نتكلم مع حضراتكم شويه في الاجواء والصحافه المغربيه بعد المباراه. اشادت اكيد بالنادي الاهلي، وعلى الجانب الاخر كمان وجود موسيماني من جنوب افريقيا. بدا في ناس كتير جدا حتى على مستوى الافراد وعلى مستوى الناس هناك بداوا يشجعوا النادي الاهلي، وكان في صوره حلوه قوي عائله موسيماني قبل المباراه بتشجعه ولابسه تيشيرت النادي الاهلي. كمان على مستوى المردود الاعلامي كان في مردود اعلامي جيد جدا في جنوب افريقيا. شفت الاهتمام الاعلامي ازاي بهذه المباراه على مستوى المغرب بعد المباراه وعلى مستوى حتى جنوب افريقيا؟ يعني طبعا بالنسبه للمغرب تحديدا كان في يعني تقدير جامد عالي جدا لفرقه النادي الاهلي وادائها، ومحاوله ايجاد مبررات لخساره الوداد. طبعا كان مشايلين الليله كلها للمدير الفني جاموندي. فطبعا لكن طبعا في اعتراف بجانب اخطاء جاموندي، او اذا كان هو يعني شايف انما في اعتراف وتقدير لاداء النادي الاهلي كان عالي جدا على مدار 90 دقيقه. يقظه دفاعيه واستغلال لكل الفرص. يعني هناك اكثر من صحيفه مغربيه يعني علمت على ان الاهلي فاز باقل عدد من الاهداف، يعني كان ممكن يبقى الفوز اكبر بكتير ويبقى الخروج الوداد ده شبه مؤكد يعني. فطبعا النتيجه كان واضحه جدا على في الصحافه المغربيه وحتى المعلقين المغاربه. لكن طبعا هم طبعا هناك يعني بشكل واضح جدا اعلام منقسم ما بين الوداد والرجاء بشكل واضح، يعني مش متداري يعني. فطبعا كلهم الاعلام المؤيد للوداد يعني بيوجد الفرصه ان الفرصه موجوده في القاهره، وان ابرزوا تصريحات جاموندي ان هو يعني مش هيقاسوا، وان هم الحظ كان تخلى عنهم في دار البيضاء مش هتخلى عنهم في القاهره. كل ده كان موجود في خلال الايام اللي فاتت. لكن طبعا اراده الاهلي هنا واصرار الاهلي على هو عايز ايه، وخبرات لعيبته الكبيره جدا، وموسيماني اللي هو يعني اندمج مع الفرقه بسرعه شديده لانه كان في دماغه حب الاهلي، يعني دي نقطه مهمه جدا. صحيح. فيعني جنوب افريقيا فخورين جدا بما تحقق مع موسيماني في الفتره القصيره الموجوده، ويعني اصبحوا اهلاويه، يعني مستنين اللقب للاهلي. صحيح. لان ده هيزيدهم سعاده، ويعني اظن ان موسيماني خلق حاله من يعني الاندماج والاخويه بين الاهلي وصن داونز، يعني وجماهير صن داونز في جنوب افريقيا مش قليله، يعني جماهير عريضه جدا. يعني الحاله دلوقتي احنا مرتبطه باللقب. في ناس كتير بتشجع النادي الاهلي دلوقتي حتى على مستوى الافراد في جنوب افريقيا بيشجعوا النادي الاهلي عشان خاطر ده حقيقي. ده على فكره مجرد تعاقد، يعني موسيماني جايب مشجع للاهلي قبل ما يكون مدرب الاهلي.